ولد الفنان هادي الجيار في يوم 15 أكتوبر عام 1949، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية. وشارك هادي الجيار في مسرحية مدرسة المشاغبين، حيث لمع صيته وازدادت شهرته. قدم الفنان هادي الجيار عدة أفلام سينمائية، منها فيلم ثم تشرق الشمس عام 1971، وفيلم احترس عصابة النساء عام 1986، وفيلم رحلة المشاغبين عام 1988. وكان للدراما دورها في صنع أسطورة هادي الجيار الفنية، حيث شارك في كثير من المسلسلات التلفزيونية مثل مسلسل المال والبنون والراية البيضة وأبناء ولكن والنوارس والصقور والوجه الآخر سادسهم الشيطان ثورة الحريم إلى صيام مع النجم الكبير محمود ياسين ومسلسل الأسطورة. وآخر عمل درامي شارك فيه النجم هادي الجيار كان مسلسل الاختيار في الجزء الثاني، وشارك معه كل من النجم أحمد مكي وكريم عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد وإنجي المقدم وإياد نصار. أبدع الفنان هادي الجيار في المسرح بجانب تجربته الأولى في مسرحية مدرسة المشاغبين، وشارك في مسرحية أحلام ياسمين ومسرحية لما قالوا ده ولد. وكشف الفنان هادي الجيار عن بعض كواليس مدرسة المشاغبين في لقاء سابق له مع برنامج صاحبة السعادة، حيث قال أنه لم يكن يستطيع في البداية أن يجاري نجوم المسرحية في إفيهاتهم، قائلا إفيهات جديدة لدرجة أني كنت بضحك عليها زي الجمهور، وهو ما دفعه للجوء إلى الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي بأنه لن يستطيع أن يكمل العمل. قلت له مش عارف أروح فين وآجي منين وسطهم، قال لي اقع وتعلم وجرب وحاول تعمل زيهم وتمشى على المسرح كأنه فسحة بيتكم، وفعلا أقنعني أني أكمل. لم تظهر زوجة الفنان هادي الجيار وابنتيه أبدا في أي لقاء تلفزيوني معه ولا تحدث عنهم للصحافة، ولكن بعد وفاته نشرت لهما الكثير من الصور أثناء مراسم الدفن، وبعد الوفاة ظهروا في أحد البرامج يتحدثوا عن والدهم لأول مرة. أصيب الفنان الراحل هادي الجيار بفيروس كورونا، وأعلن على صفحته على الفيسبوك قائلا ضربني فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء. وتوفى ليلة الأحد الموافق 10 يناير من عام 2021 داخل مستشفى الهرم عن عمر يناهز 71 عام. وانتهت مسيرة هادي الجيار السينمائية والدرامية التي امتدت لأكثر من 50 عام. وقد نعى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين الفنان هادي الجيار معلنا أن الراحل كان يعاني من مشاكل صحية أخرى بالإضافة إلى فيروس كورونا.